طيب برضو في عندي انيبلد وديسيبلد. لما تكون انيبلد يعني مفعله، ديسيبلد يعني معطل، يعني المستخدم بيقدرش يكتب عليها. تمام، هي باي ديفولت انيبلد مفعله. تمام، في عندي الجرافيتي. الجرافيتي ايضا بنفس الفكره. تمام، عشان تغير موضع الكلمه وين بالضبط، بدك اعلى اسفل يمين يسار في النص. وفي عندي لاي اوت جرافيتي برضه عشان تغيرها بالنسبه للاب، حكينا عن هذا الكلام في التكست فيو، لو مش فاكره راجعه. تمام، في عندي الدايركشن، من وين الدايركشن بده يكون، ليفت تو رايت ولا رايت تو ليفت. رايت تو ليفت يعني من اليمين للشمال، ليفت تو رايت يعني من الشمال لليمين. تمام، طبعا هذه اللي هي الدايركشن، يعني هذه كلها على بعضها كيف الدايركشن تبعتها. تمام، طيب في برضو عندي اوني كليك، هذه برضو لو انت بدك اياه لما يضغط عليه ايش يسوي في كود الجافا. هذه لما نشوف كود الجافا، في عندي باسورد، يعني هل بدك اياه يكون حق الباسورد ولا لا، فون نمبر ولا لا. تمام، هذه طبعا بتستعيض عنها بالانبوت تايب. هذه برضو خيارات اضافية كتيرة جدا بتقدر تحددها، في عندك للانيميشن، في عندك انك تقلبها، انك تغير نوع الخط، في عندك تفاصيل كبيرة. خلينا نجرب نشغل التطبيق ونشوف كيف بده يطلع معنا. بس قبل ما نشغله بدنا نحدد النوع. هنا بدي اخليه مثلا نمبر. تمام، بدي اخليه بس نمبر، يعني المستخدم يدخل نمبر. وتعال شغل التطبيق، شغله من هنا. طبعا احنا ما فيش عندنا جهاز شغال، فانا بدي اشغل فيرتشوال ديفايس وبعديها اشغل التطبيق عليه. طيب بنيجي بنضغط على زر التشغيل وبنختار الجوال تبعنا، ايش الجوال اللي شغال عندنا، النكسس. تمام، طبعا هو بيعمل بيلد للان للمشروع وهيشغلنا اياه اول ما يخلص بيلد. هيو اشتغل عندنا. لاحظ لما ضغطت على اللوحة، لما ضغطت على العنصر طلع لي لوحة المفاتيح الخاصة بالأرقام. شايف ما طلع ليش لوحة المفاتيح الخاصة بالحروف؟ ليش؟ لأني أنا محدد الانبوت تايب نمبر. طب لو غيرتها، خليت الانبوت تايب مثلا فون، فون يعني المفروض يظهر لي لوحة إلها علاقة بالفون. طبعا في عندي رن وفي عندي انستنت رن. الانستنت رن هذا لو كان في تغيرات خفيفة هيطبقها من غير ما انه يعيد التشغيل مرة ثانية. شايف هي لو انا ضغطت هنا على اللوحة، لاحظ طلع لي لوحة ثانية خاصة بالتلفون. تمام، اختلفت لوحة المفاتيح بناء على نوع الانبوت اللي موجود هنا. طيب جميل، الان لو اخترنا مثلا نوع ثالث، خلينا نختار مثلا ايميل. وين الايميل؟ خلينا نختار مثلا باسورد، تكست باسورد. تمام، تكست باسورد ونشغل. تمام، لاحظ لما اخترت باسورد طلع لي لوحة المفاتيح العادية، ولكن المحتوى اللي هنا صار نجم، صار مش مبين. ليش؟ لأني أنا اخترت نوع هذا أو نوع الإيديت تكست عبارة عن باسورد. طيب جميل جدا، إذا اللي بنفهمه من الفيديو هذا إنه في عندي مجموعة من أنواع الإنبوت الخاصة بالإيديت تكست، هذا بتغير نوع الكيبورد بناء على نوع الإنبوت اللي أنت بتحدده هنا. طيب جميل، هاي لاحظ الهنت اللي احنا كتبناها في الاول، هيها اول ما تبدا تكتب بتروح كلمه نيم اللي كانت في الاول، هيها موجوده اول ما تبدا تكتب اي حرف بتروح. طيب جميل،